ماشي يعني كده الان داخله ترجع جوجو داخله المسابقه ويوسف وسمير ومودي مودي داخل المسابقه باسم هاي ارتاش داخل المسابقه طيب يبقى كده مودي ويوسف وسمير والخاله شوشو وانت يا سونسون هتخش المسابقه والمسابقه بتاعتنا خلصت احنا عاملين مسابقه اللي فض الاول احنا لسه المسابقه ما اتعملتش احنا بنجهز المسابقه اللي يخلص اللتر الاول اللي يخلص اللتر الاول هيكسب امك شكلها بتولد جوه انت بتولدي يا الهم لو بتولدي قولي والله يا بنتي احنا بانتظارها اي وقت نيجي بص يا حاج دلوقتي اللي هيتم انت جبت السكر كتر خيرك يا عم احنا دلوقتي عايزين نعمل مسابقه المسابقه دي مسابقه ايه مين اللي هيخلص الازازه اللتر الاول عندك السفره هتحط الكام على اولها علشان خاطر يجيب الصفين اللي هيتحطوا الصفين اللي هيتحطوا دول هيبقوا مين المتسابقين معانا متسابقين على اللتر اولهم النهارده وهيبقى معانا خالتك شوشو عمتك شوشو ماشي ومعانا مودي ومعانا 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 مين تاني ماشي يا عم كتر خيرك اهو ده لقينا جنيه كمان هيزود من مرحله المكسب في المسابقه ومعانا جي ار ومعانا لطفي نعم المكسب بقى هقول لكم عليه قبل ما تتسابقوا مباشره عشان احط المكسب بتاعكم قدامكم واللي يخلص اللتر ياخد المكسب بتاعه دلوقتي يا جماعة عشان المسابقة بتاعتنا ده الشربات بتاعي هنحط عليه السكر مفتوح السكر مفتوح دلوقتي يا جماعة هنحط السكر بتاعنا انا يلا
المسابقه على لتر كام؟ بس احنا خفضنا شويه اللتر بقى فيه كام مللي يا جدعان؟ كل واحد يرفع المللي بتاعه. 600 مللي. وانا كام؟ اللي هيشرب معاهم 600. تعالى يا عم. خلاص يا سمير ما توقفش الدنيا كلها 600. عشان نشوف مين هيجي واحد يخلص. احنا قعدنا النهارده نقول هندي جوائز ايه للفائز الاول. هندي جوائز ايه؟ هنعرف بعد المسابقه ما تنتهي اللي هيقدر يشرب الازازه بتاعته الاول. نقدر دلوقتي نفتحوا الازايز. هقول ريدي ستيدي جو هتبداوا الشرب. ماشي. اهم حاجه اللي هيطلب الازازه الاول. احنا كلنا متابعين معاه. اشرب دي كبير عليك خد اشرب معانا. وادي سونسون كمان مع لتر داخل معاهم. افتحوا له يا جماعه. ريدي ستيدي جو. ودلوقتي بقى انت المفروض تكسب كده. عايز تاني الازاز. خليك يبقى واقف الازايز هنا. خليك ازاي ازاي بقى؟ خليك. نعم. انا مكانك من دلوقتي. حتى الحقن يا ابيض يا سبيش. هنعرف مين اللي جاي. اخلص. ده مين؟ ده باسم. يا بابا. نعم. على فكره انا بخلص انا وسمير مع بعض. بس والله انا هخلصها. طب عشان نقصر يا جماعه. عشان نقصر. احنا كده كده هنكافئ اول ثلاث فايزين. بس انا الاول مودي باسم شوشو. احنا ثلاثه مكافاه. مودي شوشو. ايه ده؟ والجايزه بتاعتنا؟ ايوه عندي. ومحدش يزعل. اه. اللي يزعل يتفيد في المسابقه الجايه. ايوه. ايه؟ ما بخلص بس انا بخلص مع الفكره مع حد بس. قول بس المكافاه ايه؟ المكافاه الاولى؟ ايوه. 20 جنيه. والمكافأة الثانية؟ ايوه 20 جنيه. والمكافأة الثالثة؟ 20 جنيه. بقى المتسابقين حلال عليكم العصير. ونكمل بقى باللترات. في لتر اهو. اثنين ثلاثة أربعة أدي خمسة لتر كمان نشربهم. الباقي يا جماعة يحتفل بقى. خد إزازة. خد إزازة. لا استنى أنت خدت كلام إزازة. خد يا بنت يا روني. كل واحد إزازة. وأنا كمان أشرب. سكر معقول. دوي انا كل ده فاكر السكر قليل. ده المفروض الكيلو ونص يعمل المصلحه. لا ده كله طول. بس جميل. شفتي عملت دوي كده؟ الورد هو اللي بيشرب قشطه. البقى الورد هو اللي بياخد السكر. اه ده جميل قوي. جامد. لا طعمه حلو. اه يلا بقى خلصنا المسابقه النهارده. خلصنا المسابقه. الفايز الاول والثاني والثالث باسم ومودي وشوشو. وانت كمان كسبت لتر. وسونسون كسب لتر يا جماعه. سمير الرابع ويوسف الخامس وريتاش السادسه. لا ده ما خلصتش. لا ما خلصتش اصلا. يبقى انت السبعه. انت السادسه هي. وادي السبعه والثانيه. هي بعد ما خلصت.
قولوا السلام بقى علشان خاطر نشوفكم في مسابقات تانية. سلام.